من جده معي عبر اقمار صناعيه دكتور هشام مروى، عضو اللجنه القانونيه بالائتلاف الوطني السوري. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور هشام. لنبدا بهذه الدراسه واهميه ما يحدث من توثيق ممتلكات لخدمه المدنيين والهروب من هذه العينه، ربما انت تصفها من عينات انتهاكات الاسد. مساء الخير مرة أخرى. من أجل أن نقول أن هناك بنك للمعلومات الآن في الأمم المتحدة يقوم برصد كل المعلومات اللازمة لما يجري في سوريا على مستوى التوثيقات، هذه التوثيقات الخاصة بالأرض أو التوثيقات الخاصة بالبشر أو حتى التوثيقات المتعلقة بالجرائم. لكن اسمحي لي هنا أن أقول ابتداء، الموضوع التغيير الديموغرافي يمر عبر سياسة ممنهجة وليس هو حدث عرضي جاء خلال السياق. اتفاق المدن الأربعة الذي تم الاتفاق عليه استبدال ناس من السرغاية ومن الزبداني بمناطق أو مضايا بمناطق عفرين وقرى أخرى في شمال، عفوا قرى كفر نبل والفوعة في شمال سوريا أيضا والزهراء أيضا، هذا نقل هؤلاء الناس من منطقة إلى منطقة. الحديث الأسد، تعريف الأسد لسوريا المفيدة، الحديث من الأسد عن تعريف الجنسية السورية، قام الأسد الحقيقة من أجل إعادة إنتاج شرعيته وإبقاء نفسه والدفاع عن نظامه بمنح الجنسية السورية للكثير من غير السوريين، وخصوصا من الذين حسب تعبيره دافعوا في خطابه بعام بآب 2015 بوضوح تحدث عن سوريا المفيدة وتحدث عن تعريف للجنسية السورية. هذه المسائل كلها توثق، وبالتالي السوريون حتى تاريخ 2011، السوريون الذين ولدوا من آباء سوريين حتى 2011 أو حتى 2000 حتى هذه اللحظة، هؤلاء سيكون أو هناك سجلات ترصد حركة المواليد في سوريا، حركة مواليد السوريين، وبالتالي من هؤلاء الذين تم تجنيسهم وهؤلاء الذين تم منحهم أراضي لن يكونوا خارج إطار المسائل، لن تمر هكذا جرائم، لن تمر عملية محاولة إتلاف السجل المدني أو السجل العقاري أو تدمير الممتلكات، لن تكون قادرة على تغيير ديموغرافي يجري على الأرض. ايضا في السياق ذاته عندما نرى ان الاسد يصر من خلال المصالحات التي يسميها او الهدنه المحليه بنقل من يريد الى مدينه ادلب، افراغ المنطقه التي تكون حول دمشق من اهلها الاصليين يخدم ماذا؟ يخدم توجها بالسياسه الديموغرافيه، التغيير الديموغرافي. الاسد نفسه عندما سئل على ركام المعظميه، عندما نذكر بعد ان ارتكب جرائم يدد لها الجبين، دخل جيش الاسد الى المعظميه، هناك صرح بعد صلاه جمعه، صرح الأسد للصحفيين أن التغيير الديموغرافي، التوزع الديموغرافي حول المدن وحول العاصمة أمر قابل للتغير. هذه العبارات تعكس أنها سياسة منهجة مستقرة في خطة الأسد لمواجهة ثورة الشعب السوري. كيف يتم الحفاظ على هذه الممتلكات، توثيق الممتلكات؟ يعني الأوراق التي تثبت ملكيتها غير كافية؟ يعني تحدث الدراسة عن تفاصيل توفير الفواتير، المياه والكهرباء، كيف يتم هذا؟ كيف يجب على الناس أن تتعامل أيضا مع هذا الموضوع من أجل إثباتها وبالتالي من أجل محاسبة من يجنس كما قلت لاحقا؟ أولا هناك الآن لجان وهناك جهات وهناك منظمات حقوقية تقوم بهذا الأمر، وقد يعني بدأت به واستطاعت أن تنجز جزءا من هذا العمل. الشيء الثاني، عندما تنتصر الثورة وعندما تنتهي الأزمة، هناك عملية إثبات الحقوق وإثبات الوثائق وإثبات ملكية الأرض، هذا أمر متاح للناس الذين يعيشون من خلال جملة طرق، منها الإثبات بالبينة الشخصية أو الإثبات عبر السندات أو الإثبات عبر العائلة، هذا يعني أمر من الممكن جدا مواجهة ما، ولذلك على السوريين الحفاظ على ما عندهم من أوراق ومن سندات ملكية تثبت هذه، تثبت ملكية أراضيهم وتثبت انتمائهم إلى المنطقة التي هم فيها. إضافة إلى ذلك الحقيقة عندنا إحصاءات حتى عام يعني 2010، في عندنا إحصاء، في إحصاءات لاحقة، هناك أيضا يعني تفاصيل يعرفها المعنيون بالإحصاء. ليس من السهل على الأسد ولا غير الأسد الحقيقة أن يقوم بهذه الجريمة، جريمة التغيير الديموغرافي. بالتأكيد سيحدث هناك مراقبة وستحدث هناك محاسبة لكل من تورط في هذه الجرائم. شكرا جزيلا لك دكتور هشام مروى، ودائما على المشاركة معنا، عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري.